صاب ميلان ويشاهدنا كيفاش تصاب في الدور الايطالي دار السيري اي الجوله 29 وين ماتيا الذي سجل في الدقيقه 13 سيرجيو في الدقيقه 30 رغم ان ماركو خرج في الدقيقه 43 لكن ميلان ما استغلش النقص العددي تاع صابل وين شاهدنا صابل اليوم وين لعب بقوه لعب من اجل الفوز شاهدنا كيفاش نقولوا باللي ماتيا شنا بينا شنا ماركو اللي خرج بالبطاقه الحمراء شنا كيفن فرانسيسكو نينارد شنا كارلو الحارس الذي انقذ المرمى تاعو امام قوه نقولوا قوه شنا كيفاش اسماعيل بن ناصر صامويل اللي خرج بالدقيقه 17 لوكاس شنا هاكين ديكو شنا زلاطان رافائيل ويليوم شنا كيفاش دافيد ماتيو إليسون يعني كانت مباراة قوية جدا وشاهدنا كيفاش الخطة شنا لوجيو المدرب تاع صابر اللي دخل بخطة 3-5-2 شنا ستيفانو اللي دخل بخطة 4-2-3-1 لكن نبقى نقولوا باللي اليوم ميلان ما استغلش النقص العددي تاع الصابل وين من الشوط الاول يلعبوا اديس نقولوا لعبوا اديس رغم ان السيطره تاع ميلان كانت كبيره سيطره كبيره تضييع فرص كثيره نقولوا باللي صابل اليوم شد مع ميلان نقولوا شد مع ميلان وين صابل بنقص عددي عرف كيفاش يفوز امام ميلان وين شنا كيفاش رافائيل الذي سجل الهدف في الدقيقه 79 امام صابل اللي لعب نقولوا لعب نقص العددي وعرف كيفاش يفوز شنا كيفاش ماتيا اللي سجل في الدقيقه 13 سيرجيو في الدقيقه 30 ماركو اللي خرج وهو خط وسط ميدان وين خرج في الدقيقة 43 يعني ميلان ما استغلش الفرصة نقص العددي شنا كيفاش كان ستيفانو يحاول بالتغييرات باش يعدل النتيجة باش يعود بقوة لكن صابل عرف كيفاش ينهي المباراة وشنا كيفاش ماتيا اللي سجل الهدف شنا سيرجيو في الدقيقة 30 ماتيا في الدقيقة 13 وشنا رافائيل الذي قلص النتيجة في الدقيقة 79 لكن قوة دفاع صابل سمات الدفاع صابل شنا محمد فارس وين دخل في الدقيقة 46 وخرج في الدقيقة 76 عن طريق ربما إصابة أو ماذا على ذلك نقولوا بلي اليوم صابل يفوز بهدفين أمام ميلان بهدف واحد في الدوري الإيطالي الدرجة السيري أي في الجولة 29 صحيح.